طيب الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، ونبدأها كالعادة بالعناوين. أم يمنية تقول لموقع ارفع صوتك لسنا مهتمين بالمستقبل. ومن موقع الاتحاد قوات أمنية تداهم منازل في زنجبار بحثا عن عناصر القاعدة. وفي موقع القدس العربي حملة شعبية لإقناع أوباما بالترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية. وفي أكثر الأخبار قراءة بموقع البي بي سي، الهند مصدومة لمقتل أحد مواطنيها في أمريكا. أهلا بكم. هل ستجدي الحلول الترقيعية لسلطات الانقلاب في إب في كسر إضراب المعلمين؟ يتساءل موقع الموقع بوس في أبرز تقاريره ويقول إن ميليشيا الحوثي والمخلوع أعلنت في محافظة إب عبر وسائلها الإعلامية توصلها لمجموعة حلول لرفع معاناة التربويين بالمحافظة، وبالتالي رفع إضرابهم الذي بدأوه منذ أسبوع. واعتبر غالبية التربويين وهم كثير من الناشطين أن الإجراءات ليست إلا هروبا من تحمل المسؤولية من قبل السلطات الانقلابية بالمحافظة. فبرغم المعاناة والمأساة التي بلغت بالمحافظة جراء انقطاع المرتبات التي تعتبر المصدر الوحيد لغالبية التربويين، فإن ما خرج به اجتماع عقدته الميليشيا مع تربويين لم يرقى للقدر المطلوب بقدر ما اعتبره أو اعتبر مجرد محاولة لرفع الإضراب بعد فشل محاولات الترهيب السابقة. لا تتوقف ممارسات ميليشيا الحوثي ضد أبناء محافظة عمران الذين يعارضون وجود الميليشيا، وعنون موقع الصحوانت. ميليشيا الحوثي تختطف 8 مواطنين من أحد الأسواق بمديرية مسور. وقال الموقع إن عناصر تابعة لميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية أقدمت على اختطاف المواطن بسام عبد الحصن ومصطفى حزام الحصن وستة مواطنين آخرين من أحد الأسواق بمديرية مسور دون تهمة. وبحسب مركز المستقبل الإعلامي فإن الميليشيا قامت في وقت لاحق بالإفراج عن المواطن بسام الحصن بعد أن اقتادته وباقي المختطفين إلى سجن المديرية واحتجزتهم فيه لعدة ساعات، وذلك بعد نقلهم إلى أحد سجونها بمدينة عمران بتهمة أنهم خلايا نائمة. ويتابع الموقع تنفيذ ميليشيا الحوثي والمخلوع حملات عشوائية لاختطاف المدنيين في مختلف مديريات عمران، وذلك تزامنا مع اقتراب قوات الجيش والمقاومة من العاصمة صنعاء. اليمن وفك الاشتباك. تحت هذا العنوان كتب هاشم عبد العزيز مقاله المنشور في صحيفة الخليج، متحدثا فيه عن العديد من القضايا التي مست وطورت أزمة اليمن. وقال عبد العزيز في جزء من مقاله: معلوم أن الانقلاب جاء على العملية السياسية بشرعيتها ومرجعيتها ومسارها وثمارها المتمثلة بالمؤسسات الدستورية والمبادرات الخليجية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومخرجات الحوار الوطني، وملموس ما ذهبت إليه الأمور بعد ذلك في أوضاع البلاد الكارثية وحياة العباد المأساوية. الإيرانيون أعطوا لأنفسهم حق التدخل السافر في اليمن ودعموا الانقلاب المرفوض يمنياً والمدان دولياً، وتعاطوا مع الانقلاب كمكسب وفرصة للحضور، ولم يكن لحياة اليمنيين ودمار اليمن أي اعتبار. الأمريكيون وجدوا في الأوضاع التي تتداعى بسبب الانقلاب ما هو متاح أمامهم لتعزيز نفوذهم السياسي في شأن مستقبل اليمن بما تمثله من أهمية. ومن هنا كانت مواقفهم من خلال مبادرة كيري التي ساوت بين الضحية والجلاد، وفي الموقفين الإيراني والأمريكي كان الالتقاء على الاستفادة من الانقلاب. وفي أي حال، إذا كان الانقلابيون طالبوا بتغيير المبعوث الأممي بذراء على تخفي هدف شراء الوقت، فإن إعادة الاعتبار للتسوية السلمية للأزمة اليمنية يبدأ من فك الاشتباك بين العملية السياسية وبين الانقلاب، والذي ما كان ليحدث لولا لعبة خلط الأوراق، وهي جاءت بخلط مهمة الأمم المتحدة رعاية نجاح العملية السياسية في فترتها الانتقالية في اليمن من جانب، ومواجهة الانقلاب
الذي استهدف هذه العملية من جانب آخر، وهذه المواجهة معقودة على تنفيذ قرار مجلس الأمن في شأن الانقلاب. هدوء نسبي يسود جبهة الجوف بعد صد القوات الحكومية هجوما للميليشيات، وذكر مصدر ميداني للاشتراك نت إن الهدوء يسود جبهات المتون والمصلوب وخب والشعف منذ فجر السبت وحتى هذه الأثناء. وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية والمقاومة تصدت لهجوم عنيف نفذته الميليشيات من مواقع تمركزها في مزارع الحيال باتجاه منطقة مزوية غربي المتون، وتمكنت من كسر هجوم الميليشيات وأجبرتها على التراجع. إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم مقاومة الجوف عبد الله الأشرف إن مدفعية القوات الحكومية استهدفت طقما عسكريا للميليشيات غرب منطقة وقص بمديرية المصلوب، ما أدى إلى تدميره بالكامل. هاجم مسلحون مجهولون أكاديميا في جامعة صنعاء، فيما خطف الحوثيون مدنيين في مدينة دمار واقتادوهم إلى منطقة مجهولة. وقال مصدر نقابي للمصدر أونلاين إن مسلحين مجهولين اعترضوا طريق الدكتور جميل عون أستاذ الفلسفة بكلية الآداب بجامعة صنعاء في شارع الرباط، واعتدوا عليه وهاجموه بألفاظ نابية. ويقول الموقع إن الاعتداء جاء على خلفية النشاط السياسي والنقابي لعون في نقابة أعضاء هيئة التدريس خلال مرحلة الإضراب الذي تقوده النقابة. في سياق متصل، خطف مسلحون حوثيون التربوي زايد الحممي من مركز اتصالات بدمار واقتادوه إلى جهة مجهولة، كما خطفوا إمام وخطيب مسجد قاهر عبد العزيز الجميلي والتربوي عبد علي حسن وشقيقه شايع بمديرية عتمة. يتساءل الكاتب محمد علي الحضرمي في صحيفة العرب الجديد إلى أين يتجه المشهد اليمني، ويضيف قائلا: في ظل السياسة الحافلة بالوقائع التي تستعصي الضبط السريع والتوصيف السهل، يتجاذب المشهد اليمني عدة تناقضات وانقسامات إزاء قضايا عديدة، لذا من المهم النظر إليه من عدة زوايا وأبعاد ذات العلاقة بميكانيزمات الأحداث والتطورات المتسارعة منذ بدء عملية عاصفة الحزم العسكرية في مارس 2015 وعلى المستويات المحلية والخارجية كافة. لا شك أن ما آلت إليه تلك الأحداث حددت وفق رؤية الأطراف المتحاربة، سواء المتدخلين المحليين أو الخارجيين، في ثلاثة مرتكزات رئيسية هي البعد العسكري والمتمثل في فتح جبهات مسلحة، والبعد الاقتصادي والمتمثل في الاتفاق على هدنة اقتصادية، والبعد التفاوضي والمتمثل في سياق المفاوضات المعلنة وغير المعلنة. كما يبدو أن اليمن خلال العامين الماضيين بات ميداناً تجريبياً لتصارع القوتين الإقليميتين السعودية وإيران، فكل منهما يحاول تحقيق أهدافه المعلنة وغير المعلنة، وهذا يزيد من حالات الصراع والانقسام بين اليمنيين، ومن ثم تأخير حالات الحسم في بعض المناطق بسبب غياب ناظم داخلي والاقتصار على ناظم خارجي يحدد مسيرة التفاعل الصراعي في الأرض اليمنية. أم يمنية تقول لموقع ارفع صوتك: لسنا مهتمين بالمستقبل. وتضيف فيروز عبد الرحمن ردا على سؤال لمراسل موقع ارفع صوتك في اليمن: عن أي مستقبل لأطفالنا تتحدث بعد عامين من الحرب الطاحنة التي تعصف بنا؟ أضافت فيروز البالغة من العمر 49 عاما وهي أم لثمانية أطفال: ثلاثة من أطفالي انقطعوا عن التعليم مؤخرا بعدما عجز والدهم حتى عن توفير متطلبات طعامهم. لسنا مهتمين بالمستقبل، دعونا في الحاضر أولا. أكدت فيروز متحدثة عن أحد أبنائها الذين كانوا يرافقونها أنه اضطر إلى ترك مدرسته لكي يعمل بائعا متجولا من أجل إنقاذ أسرته من الجوع. موقع صهاريج نيوز قال إن رئاسة مجلس الوزراء استحدثت مكتبا خاصا لتلقي شكاوى المواطنين والرفع بها للجهات الحكومية المختصة والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، وفقا للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن من رئاسة الوزراء أحمد عبيد بن دغر. ووفقا للموقع الذي استند في معلوماته إلى وكالة الأنباء الرسمية سبأ، فإن اليمنيين سيتمكنون من التواصل مع هذا المكتب عبر برنامج التواصل الاجتماعي، وهي واحدة من أدوات الاتصال،
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح حبادي إن من بين الوسائل إنشاء خط اتصال ساخن وموقع بريد إلكتروني وصفحات رسمية في مواقع التواصل الاجتماعي تتيح للمواطنين تقديم الشكوى عبرها أو تسليم الشكاوى مباشرة للمكتب. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي وبحسب العرب الجديد أعلنت عزمها توسيع أنشطتها لمعالجة الجرحى في اليمن في ظل تعهدات حكومة أحمد عبيد بن دغر بتقديم الدعم والتسهيلات لعمل المنظمة الدولية. مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في الشرق الأوسط وخلال لقائه في عدن بالرئيس هادي قال: ندرك حجم المعاناة التي يشهدها اليمن، ما يحتم علينا توسيع أنشطتنا لتقديم المساعدات لعلاج الجرحى. وأضاف: لدى الصليب الأحمر عدد من المراكز الميدانية لعلاج الجرحى في عدد من المحافظات، إضافة إلى طواقم الإسعاف المقدمة لنقل الحالات لبعض المستشفيات التابعة للمنظمة ومنها المستشفى الميداني بمنطقة المنصورة بمدينة عدن. وأوضح مارديني أن هناك جملة من إجراءات التعاون والتدابير التي سيتم العمل عليها معا في ظل الأجواء الإيجابية والطيبة والتسهيلات المقدمة من الحكومة لأنشطة الصليب الأحمر. أما صحيفة الخليج فعنونت في أحد أخبارها عن اليمن: الحوثيون يحتجزون ناقلات النفط في الحديدة. أما في التفاصيل فقالت الصحيفة نقلا عن شركة النفط اليمنية في صنعاء إن الجمارك في ميناء الحديدة تقوم بإجراءات تعسفية فيما يخص شركة النفط واحتجاز ناقلات النفط لأيام طويلة، فيما يتم تسهيل مرور كمية من النفط التجاري، وهو الأمر الذي يساهم في انتشار وتوسيع السوق السوداء للمشتقات النفطية. وأضافت الشركة أن سفينة محملة بالنفط تابعة لشركة النفط ما زالت محتجزة من قبل الحوثيين في الحديدة منذ أكثر من 5 أيام. وأشار البيان إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها المجلس السياسي التابع للانقلابيين تحت حجة رفض الخزينة العامة للدولة يسهم في زيادة التعسفات على الشركة. ومن محافظة أبين تحديدا من زنجبار، قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية إن أجهزة الأمن شنت حملة مداهمات وتعقب لعناصر تنظيم القاعدة في اليمن عقب العملية الإرهابية التي استهدفت معسكر قوات الحزام الأمني الجمعة الماضية وخلفت 25 ما بين قتيل وجريح في صفوف الجنود والمدنيين. وأفاد عبد اللطيف السيد أحد قيادات قوات الحزام الأمني في أبين أن قوات الأمن داهمت عددا من المنازل في زنجبار واعتقلت عناصر من تنظيم القاعدة، مضيفا أن أجهزة الأمن دشنت حملة أمنية واسعة لتعقب العناصر الإرهابية. وأكد السيد أن أجهزة الأمن لن تسمح بسقوط زنجبار في يد عناصر القاعدة أو أي جماعات مسلحة أخرى، داعيا الحكومة إلى إسناد القوات الأمنية ومساعدتها في تنفيذ مهامها. نشرت صحيفة الرياض السعودية مقالا للكاتب عبد الله ناصر الفوزان تحت عنوان: الانفصاليون خطر يهددنا ويهدد اليمن. تحدث فيه الكاتب السعودي عن الأخطار التي تمثلها نبرة الانفصال ومن يقف خلفها. هم موجودون منذ بدأت عاصفة الحزم، وأفعالهم وأقوالهم تكشف نواياهم ونوايا من يدعمهم، لكن ما حصل في عدن أخيرا كما قرأنا لم يعد مجرد نوايا أو أقوال أو أفعال تفضح النوايا، بل شروع عملي في التنفيذ بالقوة المسلحة، وهنا يكمن الخطر. الانفصاليون يريدون أن تعود اليمن الجنوبية دولة قوية أمام دولة الشمال، تستطيع الاستئثار بمصادر الثروة وتنفيذ ثاراتها وطموحاتها. أما من يدعمهم فيريدون أن تبقى اليمن الشمالية بؤرة فتن وخراب وفقر ومشاكل، لتظل ليس فقط شوكة في خاصرتنا، بل كتلة نار تشغلنا وتستنزف جهودنا وإمكاناتنا وتقلقنا على الدوام، وتظل هي الممسكة بموقد النار لتحركه متى شاءت عن طريق التحكم بالمؤتمر الشعبي وقيادته، وهذا واضح كما يبدو. هذا خطر كبير يهددنا الآن ويهدد اليمن،
لا ينبغي التهاون بشأنه، فمصلحتنا أن تبقى اليمن موحدة، وأن تبقى مصادر الثروة لليمنيين كلهم، وأن ينتهي مصدر الخطر الذي أربك اليمن وأورده المهالك كل تلك السنين الطويلة، وهو علي عبد الله صالح وأعوانه والزعامة الحوثية الحالية التي اقترنت مصالحها ومطامحها ومشاريعها بخيط لا ينقطع مع إيران. إلى صحيفة القدس العربي والتي تابعت الاستعدادات للانتخابات الفرنسية وعنونت: حملة شعبية لإقناع أوباما بالترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية. ويبدو أن حالة الإحباط والخوف التي تسود الشارع الفرنسي بسبب تصدر اليمين الفرنسي المتطرف وتراجع الأحزاب التقليدية الأخرى قبيل أسابيع من الانتخابات الرئاسية دفع مواطنين فرنسيين لإطلاق حملة انتخابية ساخرة لترشيح شخصية سياسية أجنبية للرئاسة، ووقع الاختيار على الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. وتحت عنوان نعم نستطيع، قال أصحاب فكرة الترشيح: بما أن الفرنسيين سيقدمون على اختيار راديكالي فإننا نقترح عليهم فكرة راديكالية أيضا. ووقع الاختيار على الرئيس الأمريكي السابق بعد وصفه بصاحب أفضل سيرة ذاتية في العالم التي تؤهله لهذا المنصب. وفي أكثر أخبار شبكة البي بي سي قراءة: الهند مصدومة إزاء مقتل أحد مواطنيها في جريمة كراهية بالولايات المتحدة، حيث قتل مواطن هندي عقب هجوم بالرصاص استهدفه الأربعاء الماضي في ولاية كانساس، وأصيب صديقه الهندي أيضا ألوك ماداساني، فضلا عن أمريكي أصيب خلال الهجوم. وقال عامل في موقع الحادث لوسائل الإعلام المحلية إن المهاجم استخدم عبارات عنصرية وصاح القاتل قبل أن يطلق النار قائلا: أخرجوا من بلدي، بينما هرب المشتبه به سيرا على الأقدام، وألقي القبض عليه بعد نحو 5 ساعات في مطعم على بعد نحو 80 كيلومترا من مكان الحادث على حدود الولاية. وتتابع شبكة البي بي سي تصدر الحادث عناوين نشرات الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي في الهند، حيث ألقى البعض بالمسؤولية على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. شبح من الماضي يلعب بالنار. تحت هذا العنوان كتب حسن العديني مقاله المنشور في صحيفة الخليج، وقال في جزء من المقال: ليس بروميثيوس سارق النار الذي أغضب آلهة الأولمب وانحاز للبشرية وأعطاها، وإنما هو الفتى ذو اللحية التي تمسك بحافة وجهه وذقنه يطل علينا حاملا قداحة النار غاضبا ومتوعدا. إنها قلة العقل، لأن أحدا لا يمكن أن يصدق بأنه قادر على أن يفعل فوق ما فعل وأن يشعل أكثر من هذا الحريق الذي يجتاح اليمن لإشباع شهوة السلطة لديه بلا أساس يدعم الحق فيها سوى مطمع الأئمة في أن يعودوا بعد أن طوح بهم الشعب في ثورة عارمة ومجيدة. خطب الحوثي في ذكرى ثورة 11 من فبراير، فهل كان الشعب اليمني حين خرج ذلك اليوم وفي الأيام السابقة واللاحقة يطلب الموت لأحد؟ أم أنه كان يتطلع إلى الحياة، الحياة الكريمة العزيزة؟ كان الشعب يثور ضد الاستغلال والفساد الذي يخلف المهانة والموت، وكان يريد حياة سعيدة يأخذ الناس فيها بقدر ما يبذلون من العرق والجهد، ولم يطلب يوم ذاك الموت لعلي عبد الله صالح أو أي من صحبه، بل إنه غادر الشوارع عندما وقع على المبادرة الخليجية التي هيأت له مخرجا جميلة. أي شيء إذن يثير الفزع أكثر من أن نرى القابع في الكهف يلوح بالنار؟ أي حياة يعد بها الحوثي اليمنيين؟ إنه لم يقل شيئا عن المستقبل بالأمس واليوم، ولن يقول في الغد، لأنه لا حاجة في خياله غير الدماء والأشلاء. فقرتنا المصورة بحسب صحيفة العرب الجديد، فإن شهر فبراير الحالي هو شهر الظواهر الفلكية ومنها كسوف القمر الحلقي. نتابع معكم بعض هذه الصور.
بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا وإياكم إلى حلقة أو إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج كشك الصحافة. نترككم الآن مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.